ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟ معاكم اخو مايكل. هنكمل الكلام اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، بس النهارده عن العهد القديم. العهد القديم بيتكون من 39 اصحاح. 39 اصحاح معظمهم اتكتب باللغه العبريه، وجزء صغير منهم اتكتب باللغه الاراميه او اللغه السريانيه. العهد القديم بيتكلم عن نبوات قبل ميلاد السيد المسيح وعن مجيء السيد المسيح. لسه السيد المسيح ما جاش. العهد القديم بيتكون من 6 تقسيمات: أسفار موسى الخمسة، الأسفار التاريخية الـ12، والأسفار الشعرية الخمسة، وبعد كده الأنبياء الكبار الخمسة، والأنبياء الصغار الـ12، والأسفار القانونية الثانية المحذوفة 7: أسفار موسى الخمسة، التاريخية 12، أسفار الشعرية الخمسة، الأنبياء الكبار الخمسة، الأنبياء الصغار الـ12، والأسفار القانونية الثانية المحذوفة 7. طيب أسفار موسى الخمسة عبارة عن ايه؟ تكوين، وبعد كده خروج، وبعد كده لوين، وبعد كده عدد وتثنية. تكوين، خروج، لوين، وعدد وتثنية. وبعد كده الأسفار الحكمية أو الأسفار الشهرية: أيوب، مزامير، أمثال، وجمع ونشيد الأنشاد. أيوب، مزامير، أمثال، جمع ونشيد أنشاد. بعد كده الأنبياء الكبار 5: أشعيا، إرميا، ومراسي إرميا، وحزقيال، ودانيال. أشعيا، إرميا، مراسي إرميا، حزقيال، ودانيال. الأسفار التاريخية الـ12 منهم يشوع، وقضاة، ورعوس، وصموئيل أول وصموئيل تاني، وملوك أول وملوك تاني، أخبار أيام أول وأخبار أيام تاني، وعزرا، ونحميا، وإستير. وبعد كده الأنبياء الصغار 12: هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، ويونان، وميخا، نحوم، حبقوق، حبقوق، وصفنيا، وحجي، وزكريا، وملاخي. آخر حاجة الأسفار القانونية 7: طوبيا، يهوديت، حكمة سليمان، يشوع ابن سراخ، وباروخ، مكابيين أول، مكابيين تاني، تتمة أستير، وتتمة دانيال. دول أسفار موسى الخمسة، والأسفار الشعرية 5، أسفار نبوية أو أنبياء كبار 5، أنبياء صغار 12، أسفار تاريخية 12، أسفار قانونية تانية 7. مطلوب منكم يا أولاد بعد الفيديو ده تعملوا لي مكت عن العهد القديم. تعملوا ايه؟ مكت عن العهد القديم.